يقول السائل: المجازر التي في بلادنا يوجد فيها من لا يصلي ومن يسب الدين، فما حكم اللحوم التي تخرج منها؟ إذا علمت أن هذه الذبيحة إنها من ذبح رجل لا يصلي فلا تأكل منها، أو من ذبح رجل يسب الدين فلا تأكل منها لأنها حرام، ذبيحة كافر لا تحل. أما إذا لم تعلم، وأغلب اللي يذبحون مسلمون ومستقيمون، فالأصل الحل.